تروي تجر على الألم والآه وفينا يختنق هالصوت هو أجيس وعذاب وخوف ولا منه يواسينا تجر على الألم والآه وفينا يختنق هالصوت هو أجيس وعذاب وخوف ولا منه يواسينا ولا منه جنين المر والعلقم وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا جنين المر والعلقم وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا بأمنا وصبرنا احنا مشيدين بيوت نردد يا عسى باكر ترسينا موالينا ترسينا موالينا موالينا. خولة خولة يا بنتي. نعم خالتي أمريني. ما يامر عليك عدو يا بنتي، بس أشوفك بعيد كأنك سرحتي شوية يا خالتي من الهم اللي في قلبي. خلي إيمانك بالله قوي يا بنتي، والمكتوب ما في منه مهروب وما بيصير إلا الخير. اطمني لا تخافي. يا رب يا رب يا خالتي، إن شاء الله أبوي يغير رايه. إن شاء الله يا بنتي إن شاء الله. المهم أنا سايرة السوق، ما تبين شيء؟ سلامتك يا خالتي، بس أنا خايفة خايفة لو أبوي يعرف إني هني أو يشك في شيء. لا تخافين يا بنتي، وأنا سايرة السوق عشان أبعد الشك عنه. لا تخافين، تخلي بالك على نفسك يا خالتي. معي الله يا بنتي، معي الله. يلا سرت عنك، فمان الله. فمان الله. السلام عليكم علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. ها كأني أشوف البشارة في وجهك. بشرني. خلي شوية ريح. خلي ارتاح 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 يا عمي ارتاح. والله الواحد بنمشي له خطوتين بمرة يتعب. هذاك أنت يا يابر يا عمي، يعني أما أنا وحدة شباب. نعم شباب. بشرني عساها وافقت. بتوافق إن شاء الله. بتوافق بتوافق يعني بعدها ما وافقت؟ يعني شوية، لكن مهم. أنا أقول لك مبروك. كيف يعني؟ يعني خلاص ما بقى إلا أنك تحدد يوم الملكة والعرس. اليوم هيش من الأيام؟ اليوم الخميس. عيال خلاص الأسبوع الجاي مثل هاليوم. أخبرك على بركة الله. يلا بسير عنك الحين. لحظة لحظة عمي، بعدنا ما اتفقنا. ما اتفقنا على المهر، على أشياء ثانية. إيش تبون إيش ما تبون؟ هذا كله بتعرفه من أختك، بس أنت ذهب بالأشياء الضرورية. بمشي عنك الحين. إن شاء الله يا عمي إن شاء الله بذهب كل شيء، ومن عيون الثنتين بعد. عمك ها؟ هي عمي. الله يجازيك. هلا هلا. مشكور يا عمي مشكور. ما قصرت.
يا ترى أبوي هنا الحين في البيت أو في السوق؟ يمكن عرفوا أني مو موجودة في البيت، وأكيد هو الحين حصل خالتي وقالت له. لا لا لا، ما ظن، خالتي مستحيل تقول له، مستحيل ترضى أنه يتزوجني واحد غير مازن. يا ترى هينك يا مازن، هينك يا مازن. يا ليت اقدر افرحك برجعتي يا امي، يا ليت يا ليت، لكن بعد الوقت المناسب ما وصل. لما يجي ان شاء الله بفرحك ان شاء الله، وبشيل الغمام اللي على وجهك. مازن، عجيب، هذا مازن، لكن ليش ركض لما شافني؟ لا 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 لا، أكيد هذا واحد يشبهه، لكن لا، أنا متأكد إنه مازن. أنا لازم أسير أخبر أمه وكل الناس بعد. يا ناس يا ناس، أنا شفت مازن، يا ناس أنا شفت مازن، أنا شفت مازن، مازن في البلاد، مازن في البلاد. يا ناس أنا شفت مازن، أنا شفت مازن، مازن في البلاد. يا ناس أنا شفت مازن، مازن في البلاد. ومثل ما خبرتكم زين؟ اطمن يا عمي اطمن. ولا يهمك يا عمي، دمعك هدوان وعلوان، لا تخاف على شيء أبد يا عمي. بس المهم ما بحد يعرف قبل الحين، أبا كل شيء في وقته. ولا يهمك يا عمي. على ايش ناوي يا يابر؟ على ايش ناوي؟ الله يستر، الله يستر. يا ناس شفت مازن، شفت مازن، مازن كان عند البحر، مازن كان عند البحر. مازن ولدي. يا ناس شفت مازن. هاتوا حاضر عمي، حاضر كنت قاعد عند البحر، جاهل إنسان وتعثر بي، كان متلثم، طاح الفم من على وجهه، كان أشوفه مازن، سقرته مازن، سد صوبي وركض، وأنا شفته عند البحر. أنا شفته، شفته مصلي عندنا الفجر، لكن يوم بغيت أركض بشوف عليه طار. يعني مازن موجود وسطنا، مازن موجود وسطنا، الحمد لله، الحمد لله. لو كان موجود كان رد البيت، لكن هذا ايش دراه؟ هاي بيكون شاف واحد يشبه مازن وقال مازن، يكون دراه. انت ايش دراك؟ يمكن هو. يا ناس خذوها بالعقل، يستوي ان واحد غايب عن البلاد من مده ويخلي امه مشغول بالها عليه وتتعذب وما يرد لها؟ من يصدق هالكلام هذا؟ يستوي؟ كيف يعني؟ هذاك ما مازن؟ يعني أنت متأكد إنك شفت مازن بعيونك؟ شفته، لكن أنا أقول جنة مازن. عيني بجت وابتجت وانهل نورقها تبجي الحب
والمحبوب فارقها. وانت ما صدقت ويه الطاير؟ طب هاني الطاير ابى اعرف تفاصيل. اي تفاصيل اللي تباري اخبرك عنها؟ ابى اعرف خوله كيف وافقت. يا برهيش قال لها كيف اقنعها عشان توافق بهالسرعه؟ تبى الصراحه؟ طبعا ابى الصراحه وابى الصدق بعد. خوله ما وافقت تتزوجك. كيف؟ لا لا لا، بس يابر قال لي خوله لازم تتزوجينا وغصبا عليك، والظاهر ان يابر فاهم انك زين. لازم يفهم، لازم لفلوس يا اختي لفلوس. لو يابر ما وافق يزوجني خوله كما بتلقينا عندك، لو ما معزتك وانت اختي العزيزه يعني كما صبرت عليك لها المده. وانت بتقول لي المهم هين خوله الحين الخطيبه هينها من البارحه داخله حجرتها وما حد شافها لحد الحين. لا يكون مسوي في عمرها شيء. اقول لك قومي نشوفها، تراني خايف عليها. طمن لا تخاف، خوله لا يمكن تسوي في نفسها شيء. هي بس ما يصير، هي من البارحه داخل، قومي تشوفيها على الاقل نطمن عليها. قلت لك اطمن اطمن يا اخوي. وبعدين ابوها قال لي خليها على راحتها، وبيني وبينك ما بدخل نفسي بشيء. ولا تنسى يا اخوي علي انها بتصير زوجتك، يعني زوجة اخوي. اذا كان كذي من حقك ما تتدخلين. لا حول، قلبي مبتلي صابر مثل البحر لي سقى مرة يرد ثابر. لا حول، قلبي مبتلي صابر مثل البحر لي سقى مرة يرد ثابر. مازن يا ولدي، يا مازن يا مازن، تسمعني يا ولدي؟ إذا كنت موجود تسمعني، هينك هينك يا مازن هينك؟ ليش ما رديت لبيتك؟ ليش يا ولدي؟ ليش ما رديت لأمك؟ ليش يا مازن؟ مازن هينك يا غريبة؟ خالتي ليش تأخرت؟ هي عارفة اني جالسة وحدي. ليكون ابوي عرف وسوى فيها شيء؟ لا لا لا، لو عرف كان يو خذاني. اي ليش اللي أخرها؟ Thank you.
هذا هي صار بعد دكانة مسكوك يعني يكون علي انت هين كنت هين صرت لو طفت عند دكانك وما لقيتك تفضل ايش بغيت مني لا خير بس هين كنت قول لي صرت عن طيبة صرت عندك البيت صرت عند البيت المهم ما قلت لي ايش بغيت مني يا عمي لا تفضحنا علامك من الحين تفضحنا الله يهديك عليك خلاص ابني خل تعال عند الدكان شوف توني جاي منك بالضايق خلاص من البيت عادني بيسه عادني بيسه فوز عندنا بيسه بيسه الحين شايل خبله بعد خلاص خلاص روحنا خلاص روحنا يا ترى على ايش ناويين وعلى من ناويين على من الله يستر الله يستر يا ترى ايش مسوي يا ولد ايش مسوي يا مازن عسى بس تكون ما نسيت اللي اتفقنا عليه يا رب يا رب تساعده وتصلح حاله يا رب خالتي 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 هلا عابد خولة هي خالتي ما اشوفها خالتي سارت السوق وما ادري ايش فيها تاخرت هي تراها كانت معنا في السوق بس جانا واحد وقال شاف مازن عند البحر مازن يا اخوي يا علي نحن وياك ما بنختلف بنستد ان شاء الله وانا تراني ما مشي العروس اللي تبى واحد حين لوازم العرس انا اللي ابا منك يا اخوي الصك الصك وبس من ناحية الصك اطمن ولا يهمك بعدين من حين ياب سيرة الصك انت تعرف ان انا ما كنت ابغى كتبه انت اصريت وكتبنا على العموم يوم ان على الصك طرش لحد من معاونيك علوان ولا هدوان وانا بعطيه الصك انت خلينا من هالموضوع الحين شوف لي انت العروس ايش تباه ايش طلباتها بايش تامر انا مستعد طيبة خير عامر سيري شوف خولة وخليها تجيني هدي ولا خبرك انا بس بتشوف هنروح يلا شوية بس بيكم طيبة سيري وراه سيري يمكن تبي شيء ولا شيء أنا إيش بسوي بعد ترى لهي السالفة هني ولا هناك سيري معهم يمكن تطلع منش كلمة طيبة يا طيبة شغل بس أصبر شوي خولة 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 يا ربي خالتي تأخرت ما أدري إيش فيها يا خولة يا خولة لا تخافين على خالتي خالتي احنا كنت لاجين عند البحر رايحة تريح عن نفسها شوية انتي بس تطمني يلا انا بصير عنك داخل شوية هين ساير بدخل داخل ارتاح شوية احس نفسي تعبان بس انا خايفة يا عابد خولة خولة قلت لك لا تخافين على خالتي لا تخافين كيف ما خاف اكيد الحين عرفوا اني ما موجودة في البيت وتلاقيهم جالبين علي الدنيا هذا شيء اكيد لكن بعدش لا تخافين ما دام وراك ريال اعطيني بيسه اعطيني بيسه خولة اعطيني بيسه يلا طمني لا تخافين على خالتي وانا بدخل داخل تريها انت هنا ما موجودة كيف ما موجودة هي سارت انا اللي اسألك هي سارت ما اعرف اللي اعرف انها بحجرتها ما شفتها طلعت والحل يا جماعة البنت هي سارت اصبر صبر شوية طيبة خير شنو نشوف فيها بيت ميرة وحصة ويمكن سارت بيت نوارة ان شاء الله لا تأخرين ان شاء الله ان شاء الله يابر البنت هين سارت يا يابر هين سارت ناقناك صبر صبر ما تسمع يا رب تأخرت مش فيها الله يستر الله يستر بس لا تخافين لا تخافين انا موجوده خالتي اظني صرتي عند البحر انتي بعد هين بصير يا ولدي مالي مكان غيره المهم طمنيني حتسال عنك الظاهر بعدهم ما عرفوا اني ما موجوده في البيت ويمكن تلاقينهم قالبين الدنيا عليك الله يستر المهم
انك ما تخافين ولا تحاتين ما دام انك عندي، وابوك ديانا بنتصرف معاه. اذا هو ما يحفظ العهود ويصون الوعود بنشوف اليوم. بس يا خالتي علي مهدد ابوي، مهددنا. المهم بنشوف. نوارة، يمكن خالتي صول الحين ما نلقيها. حين تصير يعني أكيد موجودة، ويا اللي اسمعها عابد. هذا عابد مسكين، الله يعينه بس. الله يعيننا كلنا. ها ماجد، علامك تبي ترقد؟ لا. يلا عيال تحرك. زين لحقوني كانت تقدرون. ماجد، صبر يا ماجد. أنت هي صرتي بالضبط، هي صرتي. صرت عند حصة وما لقيتها. بعدين صرت عند ميرة، بعد ما لقيتها. ما صرت عند نوارة؟ آه. ما لقيتهم ولقيت بابهم مسكر. غريبة هذه، هين صارت؟ لا يكون صارت عند أصول. ها؟ أكيد صارت عند أصول، نحن كيف ما فكرنا أنها صارت هناك. صارت عند أصول؟ هاي المسألة ضاعت. ما تضيع المسألة ما دام راسي يشم الهواء، ما تضيع. علوان، هدوان. عامر عمي، عامر عمي، عامر هيرتو، ما تسمعون؟ نسمع عمي، نسمع. تعممكم صلب، قولوا آمين. آمين. بس وس علبتي معنا؟ لا بتوصل، ما بترياك هني. إنزين تعالوا وراي، خلا يلا حلو. شاء الله عمي، شاء الله عمي. علي ما مصدقة. وليش ما مصدقة عاد؟ ما أعرف، بس علي، علي إنسان طماع، إنسان جشع وقح، كل الصفات الشينة فيه. المضطر إيش يسوي؟ كيف يعني؟ يعني يابر غصب عنه يسوي كيه، ما برضى. كيف؟ ترى أنا ما فاهمين شيء. يابر مديون لعلي، هي نعم. لا تستغربون من الكلام اللي تسمعونه. يابر خسر كل فلوسه من يوم انكسر لنشه في البحر، واضطر أنه يقترض من علي، والحين يبل فلوس أو يتزوج خولة. هذا هو. لا حول ولا قوة إلا بالله. علي هذا خسيس، نعم خسيس، وعديم المروة. إيش يعني مروة خالتي؟ المروة يا ولدي يا ماجد هي مواساة الإنسان لإخوانه، وإعانة الضعيف، وحفظ العهد، والوفاء بالوعد. المروة يا ماجد يا ولدي التعفف عن الحرام، ومودة القربة، والإنصاف بالحكم، والكف عن الظلم. وكل هذه الصفات ما موجودة لا في علي ولا في يابر. علوان، أمر عمي. ولا بالباب، ما يهمك. زين ذهب شوي شوي، ببتي حيل. إن شاء الله عمي، إن شاء الله. أنا عمي كي ولا زين؟ ليه؟ الأشجار راقدة ولا شيء خلت تقوم رقادة ويتصاخ؟ عمي ها؟ كأن ما حد موجود في البيت؟ هذيك وين الحرمة ودت البنية بمكان ثاني بعد؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، بسوي البنية الحرمات الوصال؟ فتح الباب ولا تانا بكسة؟ فتح الباب! علامك علامك خير يا يابر؟ تفضل. أحسنتي، أنا بس أياخذ الأمانة اللي معك. أمانة؟ أي أمانة هذه؟ أبا خولة، هين خولة؟ هين ضميتيها؟ خولة، هينك يا خولة؟ خولة هيش تبابها يا يابر؟ كيف هيش أبابها؟ بنتي أياخذها؟ تمنعين بنتي عني؟ اسمعني يا يابر، اسمعني زين. اللي في بالك أباك تشله من راسك، لأنه ما راح يستوي، ما راح يستوي يا يابر. أما هذا، هذا اللي اسمه علي، اللي أنت مديون له، أنت تتصرف معاه، وخولة ما لك شغل فيها. بنتي وأنا حر فيها، أزوجها اللي أزوجها، وبعدين هذا علي أنسب واحد لها. ومازن
مازن رحمة الله عليه. لا لا، مازن موجود، مازن بيرجع. إحساسي يقول إن مازن موجود، مازن بيرجع يا يابر. قلنا لك مازن مات، مات وشبع موت. لا لا يا ظالم، لا، مازن موجود، مازن بيرجع، بيرجع مازن. انت حتى بنتك تبغى تظلمها؟ أنا كل بعد ظلمتك انت وانا ما اعرف. بعدك ما تعرف؟ بس اكتي يلا بس. فين خوله يا وصول؟ خوله طلعي يا خوله، ولا كسرت هالبيت باللي فيه على راسك. نعم أبوي، تفضل أنا قدامك، ليش تبى؟ يلا قدامي على البيت. أنا ما برد البيت، أنا بقعد عند خالتي. قلنا لك تحرك قدامي، ولعلمك عرسك الخميس الجاي. أنا ما باخذ علي، أنا أكرهه، أكرهه. تكرهينه تحبينه، أنا ما يهمني هالكلام هذا. بتاخذينه يعني بتاخذينه. وانا قلت ما ابغى، ما ابغى. يلا اتحركي قدامي، يلا. استهدوا بالله، استهدوا بالله يا جماعه. ادري انا داخلين، خذي اصول من قدامي. اكسر الشر يا يابر، ولد بيتك. ما ارد الا معي خوله، واخر مره اقول لك خذي من قدامي. خالتي، خالتي ما بصير معاهم، انا اكرهكم، اكرهكم. انا بعلمك كيف تتكلم. يا خوله عبد. ها يا مازن، شفت اللي صار؟ شفت، ويا ليتني ما شفت. وبعد خايف؟ هذا ما خوف، ما خوف يا عابد. كنت في لحظة بدخل لكني تمالكت نفسي. زين، على كيفك يا مازن، على كيفك. قلت لك يا عابد اصبر، اصبر ولا تستعجل، وبي اليوم اللي بواجه فيه عمي وبتشوف. ما أظن، ما أظن يا مازن. لا ظن يا عابد، ظن. بواجهه قدام كل الناس، ما هو بس، هو علي، وكل الناس بتفرح يا عابد، حتى انت، حتى انت بتفرح. أنا؟ المهم يا عابد، أنا الحين ساير عنك، تعالي ولا تقطعني. إن شاء الله، إن شاء الله يا مازن، إن شاء الله.
خسارة يا ماسر خسارة. أنا بعرف أنت كيف كنت عايش مع يابر هذا. والله إيش أقول لك يا أخوي، كنت عايش. صحيح أن يابر كان شديد معي، معاملتي لي صعبة، لكن بعد ما أخذ هذه الأسماء الطيبة هانتني وضربتني، تعال عذبتني أكثر. غيره حرام عليك، تعبان توني يا بنا. ما فيها شيء، سيري بغيره. بس انا تعبان، هذا رابع واحد اللي اجيبه. قلت لك سيري بغيره، سير سير. حشا هذا غلطان اللي سماها طيبة، هذه شريرة وأكثر يا أخوي وأكثر. هذه ما هي دالها بال، حد ما طردتني من البيت كان عمري 10 سنين، هذا يضربني وهذا ينعيني، خلتني أطلب من الناس أشتي بخرابة. حد ما الله رحمني بخالتي وصول ومازن. غيرك يا مازن وينك يا مازن؟ تعال تعال شوف عمه كيف سوى. تعال خولة خولة خولة، ردي علي يا بنتي خولة. ايش سوالها يا رب؟ ايش الاستوال؟ كلميني يا بنتي، ردي علي يا بنتي، لا تعذبيني يا خولة، ردي كلميني. طيرة البحر منقوشة الريلين، وسلميلي على ولادي سلام زين. آه يا بحر، آه ضيعت ولادي يا بحر، وهين عبد الله يا بحر؟ مازن مازن. عجل برجعتكم، لا ترد صوتي في الملا خايب. مازن يا مازن. هذا دلع بنات يا يابر، ما عليك منها. لا يا طيبة لا، هذا ما دلع، البنية صار لها شيء. كيف يعني؟ ماشي زواج؟ وحد يتزوج إنسان ميت يا علي؟ ها؟ خولة كأنها ميتة، بس تشوف وما تتكلم. بسير أشوفها. سيري شوفيها. والحل يا يابا؟ والله إيش أقول لك يا علي، ما أعرف إيش اللي صار للبنت، ما أعرف.
أحس كأني ارتكبت ذنب كبير في حقها. لا ارتكبت ذنب ولا شيء، أنت ما تبالها إلا الخير. خلينا من هالسالفة وخلينا نفكر في الموضوع. إيش رأيك نجيب لها طبيب؟ علي عمج، إيش فيك؟ بسج دلع، بسج، خلي أروحك مريضة. تهاين المرض يخلي أخوي علي يودك. لا تكلمي، ليش ما تردين علي؟ هردي، ردي، ليش ما تردين علي؟ تكلمي، تكلمي، ردي. فارة، تيسوين؟ يا بر، هذه كذابة. بس ولا كلمة، سكتي. ما شايف البنت كيف حالتها؟ هذه كذابة. طلع مني. ندري خالي، ندري ولا كلمة ذات، ندري. خولة، خولة يا بنتي، رد علي، رد علي يا بنتي. إذا ما تبين علي ما بزوجك إياه، أوعدك يا بنتي. بس رد علي، كلميني، ضميري يعذبني يا بنتي، ولا تعذبيني زيادة. شوف من اللي جاي. لا إله إلا الله، هذا إيش ابن العيم؟ قوموا من عند الباب، قلت لكم قوموا من عند الباب. من عند الباب يا علوان؟ هذه أصول، أصول يا عمي. خلوها تدخل، دخلي يا أصول، دخلي. إن شاء الله يا عمي، تفضلي. خير خولة بنتي، هيش فيها؟ هيش صاير يا خولة؟ هيش صاير يا يابر؟ هيش صاير؟ مثل ما انتي شايفتنها، ماشي غير انها تسمع وتبكي وبس. كله منك يا يابر، كله منك. ما كفاك ظلمك للناس؟ وصل ظلمك حتى لبنتك. انت السبب، انت السبب. بس يا اصول، بس يا اصول، ما وقت هذا الكلام، ما وقت. خولة يا بنتي، يا بنتي، يا حبيبتي، قولي اي شيء، قولي اي شيء يا حبيبتي. تكلمي يا بنتي، تكلمي يا خولة. لا تبكين يا حبيبتي، لا تبكين. الله يهديه ان شاء الله. السلام عليكم. الله يهديه. متى بيرجع لنفسه ويرد عن اللي يسويه في الناس واللي سواه في بنته؟ يقول لك انه ما تكلم. قول متى حد يوقف له ويرد عن اللي سواه اللي يسويها في الناس. الله كريم، إن شاء الله بيلقى لحد يرده. أقول ما خبرتوني، إيش الأخبار؟ الأخبار عند حمد. Thank you.
غريبة. ايش مستوي في البلاد اليوم؟ دنيا سكون هدنة. الله يستر بس. ها نوارة، اشوف ما تحيرتوا في بيت يابر. ما قدرت اجلس هناك، وهذه حالات المسكينة، حالاتها لا تصير عدو ولا حبيب. يا ربي الين جي؟ المسكينة مثل الميتة، ما تتكلم بس تشوف وتصيح. انا ما اعرف ايش سوى فيها هذا يابر. يابر يابر هذا ما كان فاضل من الناس حتى يظلم هذيك المسكينة، لكن هيش اقول، الله على الظالم.